بلى، بسم الله الرحمن الرحيم. باسا كمان باسي اسمعوا العدد لو بيش باسي تشونتي بكارناني عدد باسي مميزة كيكت نسيت السر باسي عدد بابتك تلا عدد أمش قليت وتقول في المفرد نقش ناوية وتقول في المفرد من المتعدد تو قلي لمفرد داخل مفرد ومعناه تاكا بلام للا قليم بس بيه واحدة يعني تو قلي ليك جمارة دا تجمارك يعني يك يك بي دوان بي سيان بي يعني وشي الواحد بي يا وشي اثنان مثلا الثاني بي الثالث بي آوة يعني تو قلي لمفرد دا واتل جماريك تنها دا جاء جمارة تنها من المتعدد لا ناو تن متعدد يا كواتل ناو يمبلين يك يك لناوي تن عدد مثلا يقل ناوي سيدا يقل ناوي شواردا اهوا بله ايتا البته يك شويز ناكا بلين او يكا عرضم كردي هرج مالي يقبي يعني مثلا بس في اوي يعني عدد يك عدد يكي واحد اهوا عدد يكي واحد يكي او عدد واحد يك بيدوان بيسيان بي اهوا من المتعدد او عدد واحد لناو تن متعدد يكا بيواتل ناوي تن هل جمير يكابي هل جمير راو يكابي يعني ناوي تشنداني يكدابي تشندان عدد يك وكو ثلاثة وكو أربعة تقشتي بالي باعتبار تصييره الثانية والثانية إلى العاشر والعاشرة باعتبار قراندني أو عددا مفردا يعني باعتبار جات تصير مصدر باب تفعيل صيّر دو مفعولي هي صيّرها وتيب صيّر وجعل وعلق وانا لا والتصير دي دو مفعولي يعني جاء صيّر أخوي دو مفعولي هي صيّر يصير تصير يصير تصير بعد جاء أم تصير دو مفعولي هي لذا باسي دو مفعولك إن كردوا يعني لما تكاد مفعولك إني لشرح كابوي تقدير كردوا جاء باعتبار تصيره يعني باعتبار قراندني أو عدد مفردة بله جاء دو مفعولك شيء دو مفعول هيك حذف كراهوة يعني باعتبار تصير ذلك المفرد أو تصيره إضافة مصدر ولا فاعل يعني تصيره أو هي كفاعل الأصل مش كان مصدر إضافة ولا فاعل كيوم مفعول خوي أمانته بمنصبي يعني إضافة ولا مفعول كيوم محل مجرور به وقت تقدير مجرور به بلام محل مجرور به بلام فاعل كوكو خوي أمانته جالي لدى إضافة مصدر ولا فاعل كراوة يعني أم هاي الأصل فاعلة تقشتي مفعول كي معوة جاء تصيلي جدو مفعولي هيا دي تصيله يعني قراندني أو مفردة قراندني أو عددة مفردة أو هي كبو المفردة كتركوتي وتقول في المفرد من المتعدد يعني بقراندني أو مفردة أو مفردة أقريني عددا أنقص أزيد عليه بواحد يعني أقريني أو مفردة عددك كوا كم ترى ناقص ترى خوار ترى أزيد عليه كزياو بيلسري أو نقصانا بالي عدد يكوان نقصان ترى كم ترى بعدد يكوان زياترة لسري بيكيك بواحد يعني بيكيك عدد يكي كم تر أقريني بزياتر لسري أو عدد نقصانا بيكي واتا يكي كي بي زياكا يكي كي بي زياد أكاد جاءت آبم اعتبار عليكي علي الثانية أما الثانية مفعولة بو تقول يعني تقول الثانية بو مذكر وعليه الثانية لبو مؤنث يعني باعتباري قراندني واحد بدوان قراندني يكيك بدوان الثاني يعني شي يعني دوهم باعتبارك او تري يعني جماريك كم كوايك كراوة بدوان الثاني يعني باعتباري تصيله الواحدة اثنيني يعني واحد كوا جماريك النقصان ترى عددا انقصيا جماريك كم ترى بلا ايكي با دوان كوا عدد ازيادة عليه
زیاتر لسری او نقصان به یک واحد و تبع ترخی تفاضل به تدوان فیکون معنا ثانی الواحد مصيره بانضمامه إليه اثنين يعني بس بثاني يعني يكي كوا بغي قراوة تقشتي ببواني أوي مصيره بانضمامه إليه اثنين يعني قرينري أو واحدة ببواني أوي كوا اللي كان دو تبولاي بو تدوان ثاني يعني بدوهم كردن الثاني يعني بدوهم كردن يعني يك يك بوا تو قران تبا دوان آوا يعني بدو هم كردن يعني يك عدد بوا يك يك بوا كدو تبا دوان على الثاني جالي أم بم اعتباري تصيرا للثاني ودس بي أكاس ملك عدد واحد لبيش واحد وعدد كترني هتاكو واحد أو يك أو عدد بكاب بيك لبرو بلام لثاني ودس بيكا كوايك بابونيج ماليك تروا أبيتا دو والثانية في المؤنث على هذا القياس دوهم يعني لمؤنث ظهر بمشيوية مثلا تا إلى العاشر والعاشرة تا أغاتا دا عاشر بونيرينا العاشرة بومينا بالي مثلا الثالث ثالثة رابع رابعة أعوى قربانيا الله لا غير يعني إتل الدبر وستينيا لعاشر وعاشر بلو ستينيا إلا تقول غير ذلك فلا يجرى فلا يجري ذلك فيما تحت الاثنين لدبر وخواتينيا ولدبر وستينيا قرات عدد كب والتصير قراندن به جابراكم يعني خوي وزن فاعل يعني وعاد ديك باب لسر وزن فاعلي دي اكي وكو ثاني وكو ثالث وكو رابع جاري واهي بو ترتيبة تيقشتي يعني بلاي ام عدد لناي او چن معدودة دا لناي او چن متعددة دا علي مثلا بلاي دو همي هي بلاي سي همي هي بلاي شوارمي هي او علي ثاني ثالث رابع ابو شيوا ابو ترتيبة جاري واهي بو تصيرة تيقشتي يعني كتو إكي بفاعل مثلا علي الثاني علي الثالث والتصيرة يعني عددك كما ك عدد كتير خصوصا خصوصا طالع عدد كتير بوتا ثاني يا بوتا الثالث يا بوتا الرابع مثلا آوا يعني بوني أي كواحد يكت بي زياد كردوا وتا عدد كت بي زياد كردوا كما كبوتا عدد كي زور بوني أي كوا عدد يكت بالي عدد كي كم خصوصا السدي بلا عدد كزيا وبوا أما في ألين بلا تصير يعني قراندني أو جمارة بجمارة كتر تجشتي مثلا إذا اثنين بلا تو بستوتا كوا لواحدة وبكي باثنين ألي الثاني يعني أم جمارة واحدة خرا وتفالي اثنين بت الثاني يعني خرا وتفالي عدد كتر بت الثاني يعني خرا وتفالي عدد كتر إكاب الثالث أبو الشوية في من تصير جاء تصير لدو أبو السيد أسبيعك بلا ما تقول في المفردي وتقول في المفردي في المفردي وإن مثنكيا إن شرحكيا
وباعتبار حاله، يعني باعتبار حال باردوخ أم عددا أم واحدا لمتعددك لوي كوا هلج ميرا وكوا سي اتشوارا تنكيا. بله باعتبار تصيرنا بلكو باعتبار حال رتبة بلي لناوي أو متعدد تن هلج ميرا وكا أخبرك متعدد يعني أوي كوا خاوني تن عدد يكبه كدوانو بلو سر تكشتي يعني خاواني تن عدد يكبه تن جماري يكبه فيلا متعدد تؤلي باعتبار حال باردوخي أم واحدة لناوي متعددة كدا. بل علي الأول والثاني، علي الأول يعني أو كات علي الأول مفعول بو تقولو الأول والثاني، علي الأول لبلي كم دا والثانية لبلي دو هم دا. بل إذا وقع في المرتبة الأولى كات لبلي كما بلي الأول يا لبلي دو هم دا علي الثانية، الثانية تكشتي والأولى والثانية أولى والثانية علي بو مؤنث بو مذكر علي الأول الثاني بم أنزلي الأولى الثانية تجشتي مثلا ساتو ده قلم هيا علي الأول يعني قلمي كمان الثاني يعني قلمي دوهم يعني تجشتي يعني كي يكمل ناوي أو متعدى كده قلم مثلا تو ده قلم هيا علي القلم الأول يعني قلم يا كوا بلي كم هي لناوي أو ددانة ده يا الثاني يعني بلي دوهم هي لناوي أو ددانة ده أو ددانة كمتعددة كي تجشتي يا كمك بلين الأول علي أول بيلن مفردك وتقول في المفرد أو مفردك يعني وتو واحدك يا تجشتي يعني الثاني ثانيك واحدك يا بلين جمارك كمك واحدك يا بلين كلناو تندانيك يا تندانك بيلن متعدد. كذلك من غير اعتبار معنى التصيل وإنما لم يقل الواحدة والواحدة لأنهما لا يدلان على المرتبة فأمجل منهما الأول والأول دلات عليهما وهكذا. بل إلى العاشر والعاشرة والحادي عشرة والحادية عشرة تأقات الدهم العاشر بونيلين وعاشرة بومينة يا حادي عشرة يا أنصاب مذكر حادية عشرة بمؤنث. بله والثانية عشرة والثانية عشرة يكم بو مذكر ودوم بو مؤنثة وكو دوانزة يا دوانزة الثانية عشرة بو مذكر الثانية عشرة بو مؤنث. إلى التاسعة عشرة والتاسعة عشرة تاكو قات النوزدة التاسعة عشرة بو نيرينية التاسعة عشرة يا عشرة لبو مينية جاء ميان. بله لبو صغي فاعل لبو مرتبة يعني باعتبار حالهم بس بمرتبة كيتي براكا يعني علي انظهمين علي دو انظهمين تا اقاتا نوزدهمين تيقشتي تا اقاتا نوزدهمين باعتبار حالهم اها حالك يعني اوي كواب والترتيب يعني ام جمارة كمت بلو رتبيكي هي لناوي او جمارة زوردة علي مثلا بلاي كمي هي علي الأول بلاي دوهم هي علي الثاني بلاي سيهم هي لناوي مثلا متعددة علي الثالث وهكذا. أما ينكبو عدد بو رتبة بو اعتبار حال عدد كبير لناو متعددة كذا أو بلاي ليكو دس في أكا ليكو دس في أكا هتاكو نوزدي هي تقشتي آه. بلام أو يعني باعتبار التصير بي لدو دس في أكا لدو دس في أكا جاء لدو دس فيك تا دي هي ما فوق دينية تقشتي وتصير بي وتصير بي أو تصير بي من أمي يعني أشتب باسم كبمشي وباسي أكا يعني وكو بلي أم عددين كوا كما بيزيا أكي بيزيا أكي مثلا يكا كبوة دو على الثانية ولا ثاني دس بي أكا مثلا يكا بيزيا أكي على الثالث آوا يعني أم دو بو بسية مثلا أو سي بو تشوار ببوني وعدد دوا أو التصيغة تقشتي. جانا كم استطولي الثاني الثاني شي اسمي فاعل تقشتي يعني دوهمين يعني مثلا لأو ددان مثلا الثالث اسم فعلا سهمين يعني لو ددان واي دابني يعني الثاني يعني
دوهم كر يعني كلوتي بدوهم عددك كلوه ب بدو تجشتي عددك كلوه ب دو ثاني يعني بدو كر يعني او عددك كلوه بدوان الثالث يعني شي يعني بس يكر وعطا او جمالي كلوه بس يعني اوه تجشتي اوان بمعنى ترتيبني يعني ام عدد لكما وبوا بزورتر لكما كوبوا بزورتر يعني كلوتي بلا دوكا ليكو بو بدو على الثاني يعني بدو كر يعني اما يك كما اخوته صوت فاضي يعني الثالث الرابع يعني بس هم انجام دار بتشارم انجام دار يعني جمع كما كيك لو بجماري زياتر يعني بمدو معنا هاتوا كتوالي الثاني يعني دو هم لنا او شن عددا يا الثاني يعني بدو هم كر يعني جمع كيك لو بدو تجشتي؟ تصيرك. اسم فاعل. هل قال اسم فاعل؟ تجشتي؟ يعني الثاني هل اسم فاعل بهذا اعتبارك؟ ثالث بهذا اعتبارك هل اسم فاعل؟ تجشتي؟ ومصغر كسر اسم فاعل. بلان بدو معنى بكادية. تجشتي؟ جاي معنى تصيرة. يعني بدو هم كرة. يعني جمارة كما كيكلو بدو. يا الثالث يعني بس هم كرة جمارة كما كيكلو بس. مثلا دوكي كردوه بسي باعتباري الترتيب كيشوي ترونا كبرتبو باعتباري حال به يعني دو همين لأو چندانية سي همين لأو چندانية شوار همين لأو چندانية وهكذا جا اوان كبادو علي بادوام كرو بسي هم كرو اوانا كبي الان تصير اوان لدو ودس في اكا تادا اتر لدو برو خاريني ولد برو سريني ملام امان كواب باعتباري حالا لا يكا ودس في اكا تاكو نوجدا يعني الثاني يعني مصيري واحدة باثنين تجشتي الثاني يعني شي يعني مصيري واحدة باثنين يعني قرينري يكبا دو دوهم كرة بدوهم كرة يعني الثالث يعني مصيري اثنين بثلاثة تجشتي يعني بس هم كرة يعني دوكي قران دو بسي بسي او في الان تصير الثاني الثالث الرابع وهكذا يعني جمارة كما كي قراندو بأو جماري زياترة او تصير معنا يوي اساتي اقي جاءت براكم ليلة لجمكا فرميتي توبزان اسم فاعل لعدد دا وكل ثاني ثالث رابع كان يصغى اسم فاعل عددا يتشب معنا مصير به يعني قرينر به وتجمعه كما كبك بجمعه زورك يا غير مصير به وكما باعتبار حال به ورتبه وترتيب به ودياري كذن دزن شاكرني بلاكي به لو متعدد دا على حكم اسم فاعل لي هي بو تذكير وتأنيث تجشتي يعني بو حكم اسم فاعل هي لغير عدد دا بوم ذكر مؤنث وكو خوشي وتي مثلا بوم ذكر علي الثاني الثالث الرابع تاقيت عاشر بلان بوم مؤنث علي الثانية الثالثة الرابعة تاقيت عاشرة يعني عدد معددك مطابقي يكبن تجشتي يعني مطابقة بوني لنا تيدا تي بي وني وبومينا تي بي ويا جاء علي قناتهم تركيب يشبه چکه اوی کباب و رتبه به لده و برو جوری شیه یه اولا ترکیبیش به هر دکان یا با مذکرن یا هر دکان با مؤنثن اولا الحادی عشره با نیرینا الحادیت عشره با مینا یا الثانی عشره با نیرینا الثانیت عشره با مینا یعنی عدده که چه افراد به با مذکر تی پیوی و با مؤنث عفوا بوم ذكرتي بيوني بوم نستي فيوي لوقت التركيب شي اكي بلا يعني مركب ومعطوفك هر كان تي بيوني اجل مؤنث مو يا هر كان تي لي لابي اجل مذكر بو
يا قربان. ومن ثم لبرخاتي أما لبرخاتي أمدو اعتباره يعني إما وشيك من هي هل يجو شيء بلا ما تعين بدو اعتبار ثري كان بدو جور معناه لي بدينوا تجشتي لكان باعتبار تصيرة يعني عدد مفردك أكيبا عددك زور واتا كمك أقرني بزوريك أما التصيرة يا باعتبار حال رتبو بلو مقامي لناوي متعددة كذا لناوي متعددة كذا بدين تشبليكي هي كما دو همسي هم تأخير لبرخاتي أم اعتبار كرني أمدو حالة بلي يعني لبرخاتي جاوازي أمدو اعتبارا اختلافي اختلاف هي إضافة كرني أمدو عددا بلي يعني إضافة كرنيان جاوازا يعني الشوي إضافة كرنيان بولاي دواي خويان جاوازا باعتبار التصير إضافة بكي نوعك باعتبار اعتباري حاضر نوعي كتلة تقشتي جا قيل في الأول ومن ثم لبرخاتي أموات لبرخاتي جوازي أمدو اعتباري اعتباري تصير اعتباري حال لبرخاتي أمدو اعتبارا اختلاف جوازي شيء إضافة كردنيان تقشتي قيل في الأول وتا ولا يكم داكوا بالمفرد كوا متعدد بيبو تصير بيه باعتباري تصير بيه علي ثالث اثنين ثالث اثنين يعني سهمي أو دوانا سهمي أو دوانا يعني أو دوانا جران دوبا سهم إذا أعود دابين شو متخيل نبتدي برز بيتوا كتابك برز بيتوا بعدين ثالث اثنين يعني جران نري سهمي أو دوان أو دوانا واتا يعني أو دوانا جران دوبا سيان بالإضافة إلى الأنقص بدرجة يعني بإضافة كردني ثالث كعدد زوركيا ولا أنقصك واتب ولا كمك كنقصان ترك إثنين بدرجة درجة لنيوان أنا هيا السيال لقل دوانا بيكيك بينيانا أليتي يعني زورك إضافة أكيب ولا كمك ألي ثالث اثنين تيجشتي يعني سيهمي أو دوانا واتا او دواني قران دوبا سهم بام نقب السهم يعني او دواني قران دوبا سي ثالث اثنين يقب اعتباري تصير بيه نك سهم سهم او بترتيبك يعني او دواني قران دوبا سي كردويتي بسي جاء علي اي مصيرهما تقشتي علي ثالث اثنين يعني بس هم كرد بس يكردن نكس هم بس يكردني او دوانا ثالث اثنين يعني شي يعني بس يكردني او دوانا يعني او دوانا كردوا بسيان اي مصيرهما يعني قرينري او دوانيا بس يعني مصير الاثنين ثلاثة قرينري او دوانيا بسيان ثالث اثنين يعني شي يعني قرين نري أو دوانية بس يعني وتدوانا كي كلوة بس أما التصيرة أو إضافة كلي ثالث اثنين جاء من قولهم لقول عرب كان ورقلا وكألي ثلاثهما ثلاثهما نك ثلاثهما نا ثلاثهما بسادة وتخفيف بلين أي صيرت الاثنين ثلاثة لقول عرب ورقلا وكألي ثلاثهما يعني ثالث اثنين بمعنى لثلثتهما والجلاوة يعني أو دوانم كردوا بسيان بسيان أو دوانم كردوا أو دوانم قراندوا بسيان بلين. وفي الثاني لدو مكالك باعتبار حالة يعني باعتبار حالي لنا ومتعدة كابزاني بليت شانمية حال بارد وخيت شانمية ألي ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة ألي سهميني أو سيانية سهميني أو سيانية يا مثلا ثالث أربعة سهميني أو تشواريا يا ثالث خمسة سهميني أو بينجيا يعني أو بينجيا أم سهميني أنا بإضافة بلا عددك يساوي عدده أو يكون فوقه إضافة بلا عددك كوا أو عددا وكو خوي وايا وكو ثالث ثلاثة ثالث
ثلاثة أو هر إضافة كله بلا عدد كوك خوي وايا يان أو يكون فوقه يا لجوري أو ويا على الثالث أربعة يا ثالث خمسة بلا أو إضافة بلا جوري خوي كراوة بلا أي أحدها بلا يعني يكيك لأو سيانا ثالث ثلاثة يعني يكيك لو سيانا بلا نقبة مطلقة بل كبا اعتبار اوي كباوة لمرتبة سيهم ده تقشتي يعني يكيك لو سيانا بلا بلاي سيهمي هي يعني يكيك لأو تشوارة بلا بلاي تشوارة مهي وهكذا بلا قربانيان بام نمشي تقشتي قربانيان يعني ظاهر وادر اكبيت بفي ام اقسانا كأقل بو التصيير به او اوان كوا اضافة اكي مضافة زوتر لا مضاف اليك تقشتي بلان بو امان كوا بو بياني حال به اتواني وكو خوي وابي يعني المساوي بين لقليا زياد يعني زيادة البيت تجشتي لي ثالث ثلاثة يا ثالث أربعة يا مثلا ثاني أربعة يا مثلا خامس ستة بلى يعني يكسان بين لقوك خوي وابد يعني بروزو تربية بلى ما قرأت وبو تصير بي أبي أم زو تربية مضافك زو تربية بلى بلى ثاني اثنين مثلا رابع ثلاثة وتقول حادي عشرة أحد عشرة يعني أوي كواز يابي لا دا بلي ألي حادي عشرة أحد عشرة ألي يانزا هميني أو يانزا يانزا هميني أو يانزا إذا أميان هربو بياني حالة بيت تقشتي ظاهرا شكوتوان أولا دبر سرينية وتصير يعني يانزا هميني أو يانزايا مثلا قلم يك يانزا قلم دان راوة أم قلم يانزا هميني لو يانزا قلم أحادي عشرة أحد عشرة بإضافة المركب الأول إلى المركب يعني مركب يكم كحادي عشرة إضافة كراب لي مركب دوم كأحد عشرة وقسم الله ثالث ثلاثة ثالث إضافة كبلاي ثلاثة تقشتي يعني شيء أي واحد من أحد عشرة متأخر بعشر درجات يعني يكيق أعلو يانزا كواد واكوتو بدبلة
واتا دب للدواي اوانوية تقشتي ام يكيان دب للدواي اوانوية او معناه حادي عشرة حدا عشرة يعني يانزه من لأو يانزه واتا دب للدواوية تقشتي على الثاني خاصة يعني لس اعتباري دوهم يعني كبو بياني حالة شكو باعتباري يكم اتمن لعشرة تنابر وإن شئت أقلتو ميلد ببي بوام قاندني أم معنايا ألي حادي أحد عشرة نالي حادي عشرة أحد عشرة ألي حادي أحد عشرة يعني جزء أخير لمركبي يكم لا أبي شكو باس كلاو لمركبي دوهما كعشرة كيا على حادي أحد عشرة يعني يانظهميني يانظهر معنى قصي بيشوة تيقشني يانظهمين لو يانظدا إلى تاسع تاسع بلى إلى تاسع تسعة عشرة إلى تاسع تسعة عشرة أبي كام الله حادي عشرة مثلا ثالثة عشرة ثانية عشرة أحد مثلا اثنى عشرة آوة أمج الله إلى تاسع تسعة عشرة آه. إيه طبعا خو أمج أبيل أو عددين يكساني به يعني لو زوى تربية طبعا لو خواتر نابي يعني مضاف إليك نابي كم تربية مضاف إليك نابي كم تربية يا أبيت مساوي بيا أبي زيادة البيت تقشتي مثلا تولي يا وتوتا تشي حادي حادي عشرة أو مساوي يا حادي عشرة أحد عشرة مساوية يا تاسع تسعة عشرة أو مساوية تقشتي عين أبي كم تربية مساوي بيا زيادة جاء لم وقت دافة تعريب الجزء الأولى تو إعراب دار أكي بشي يكم بل لمركبي يكم يعني حادي عشرة بلا أو جزء أكي تلك مضاف إلي يكن أبنى مبني تقشتي جانكم تاسع تسعة عشرة أو تسعة عشرة هم تسعة وهم عشرة مبني على الفتح بلام تاسع معربة ما في شو أنا كذا تاسع وتاسعة تاسعي تقشتي فتعري بيل فتعري بيل الجزء الأول يعني إعراب داري بك فتعري بني يعني غير مجزومة جوابة تقشتي وإن شئت قلت أوى فتعري بيل الجزء الأول إعراب داري بك بل إعراب داري بك يعني غير جوابة تقشتي باب إفعال عرب يعرب أمجال تعرب فعل أنت يا بل التقاء ساكنة كغشتو تردمي الجزء همزة كامزة وصل أروا لامك ساكنة كسروا في دعوة فتعري بالجزء الأول المذكر والمؤنث.